السلام عليكم البنات، كيفاش راكم؟ كيفاش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. نشكركم كامل بزاف اللي راكم تشجعوني سورتو على ديك لا فيديو اللي درتها الاخر على لي بيتي ديجوني وكذا. بزاف البنات اللي وقفوا معايا وقالوا لي باللي ديجا دو فاصون ما في الجزائر راهم يحبوا يقلدوا الاتراك. قالوا لي اوين انت راكي عايشه لتما، تما دي ما فيهاش كامل الهضره. قالوا لي باللي هذيك اللي راهم ينتقلوا لك غير تعليقات هكذا بات جو تعليقات لي انايا ماشي لو بيتي ديجيني ولا ولا لا فيديو ولا تعليق هذاك السلبي راه ليا ماشي لا فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوني. كما قلت لكم اليوم كما قلت في ديجا الفيديو راه مظلم، راه عندنا الشتاء والبرد، واش نقول لكم؟ قلت ندير فيها بركوكس ما فهم نديرو نديرو بالمحمصه تاعهم كيما حنا نقولها المحمصه داك اللي تبع واجد. انا هذاك ما عندي حاجه فيه، ما يجينيش كيما البركوكس تاعنا ما غير ولادي يحبوه. قلت ندير بركوكس بالمحمصه هذه تاعهم اللي تبع واجده اللي تبعدنا ثاني ايام بعد. قلت ابا والله ما نديرها بركوكس، واش ندير لهم؟ قلت ما لا نضربهم بوحده بيتزا كاري. واش نقول لكم؟ شوفوا في الدومان الدومان بالتركية في الدخان كيفاش تاعها لا فابور كيفاش تطلع منها. ايماجيني وهكذايا من بعد واش تزيدوا لها؟ زيدوا لها شويه هكذا شويه معدنوس، خلوا هذيك الزيتونه تبان، هذيك الزيتونه هي الصح. ومن بعد تزيدوا لها شويه برك لي فخيت اها اوه بالصحه والهنا. واش نقول لكم؟ دنيا وما فيها قسم بالله. نحب هذه البيتزا كاري ولا غتجيني خير من هذيك البيتزا غوايل ولا صح منين داك الواحد يتشاع في ساده جوغ حاجه تحب تنوعوا. مي بصح بيتزا كاري ديالنا سمحولي بدون تعليق بدون تعليق. هذا الحبه نحطها ليا باسكو ولادي ما يحبوش المعدنوس مع الاسف، هذه نحطها ليا ومن بعد نحط لهم ليهم. راهي سخونه تشلفط هكذا ولادي، نحط لهم ديغاكت ما نواسيلهمش ما نديرلهمش المعدنوس، ما يحطوا غير لي فخيت وكما كل واحد يحط لروحو والوسمو والمعدنوس ما يحبوش. صافي المعدنوس غير انا اللي نحطو انا انا دوك ندي هذيك الحبه اللي شتوها صغيره، دوك هادو الصغار هذا نقسمهم لولادي باش يقدر يفدهم. انا دوك تشوفوا كيفاش نحط انا الحبه تاعي. دوك تشوفوا الحبه تاعي قد منها اي جايه الحبه ديالي يا. هذوك الصغار انا ما يعمروا ليش عيني. بيتزا كاري بعد حبه صغيره هكاك ما جاياش. انا هاي الحبه ديالي وراجلي تاني حبه هكا كيما تاعنا. قول جا من هي. قول جا من هي هكذا. ندير لها شويه معدنوس، انا نحب هكذا كبيره وشويه لي فخيت. او هذه هي البنات. واش كنت حابه نهضر معاكم على الوسموم، ملي نقول لكم نكمل الماكله تاعنا نوكل الدراري ومن بعد نكمل الهضره معاكم. هذه هي البنات كيما قلت لكم كملنا فطرنا. واش نقول لكم؟ اوه شبعه هي شبعه هي. حبيت نهضر لكم على هاد البيتزا كاري، بزاف اللي قالوا لي داروها ونجحت لهم بصحتهم نقول لهم، وبزاف اللي داروها ويقولوا لي تجينا ناشفه من الفوق. بيان سور تجيكم ناشفه الا ما كثرتوش لاصوص، سي نورمال تجيكم ناشفه. اون بلوس دو سا هي طيابها شويه سبيسيال، ماشي كيما البيتزا الاخرى العاديه. هذا البيتزا شوفوا كيفاش تجي لاصوص، تجي فيها شويه بزاف باسكو علاش ما حنديروا فوقها لا فرماج لا والو، ماشي كيما البيتزا الاخرى حنديروا الفرماج. صافي ماشي اوبليجين كثروا لاصوص، ندهنوها برك البيتزا العاديه مي هذه كثروا. والبيتزا لاصوص الطوماط تاعها هذه لازم تخلو الطوماطاش تخلوها دي كوب هكذا جو خشينه شويه، ما ترحوهاش كامل بالميكسور. انا هذه نص الحيطه ونص قاعده هذاك مرصوات. اون بلوس دو ساتاني السر تاعها اللي هضرتو في لا فيديو، الفيديو دوك نخليه لكم لهنا في صندوق الوصف تاع البيتزا. هذه البيتزا كاري ناجحه 100%. انا نقول لكم انا هذه نديرها من بكري من اللي في دارنا يديروا هاد لا غوسيت. من بعد كعبالكم تعرفوا احنا نحبوا نفهموا بالبزاف، نحبوا ننوعوا نحبوا نسيو كذا. شحال مره ندخل اليوتيوب نلقى زعما حدا تقول لك هاد البيتزا وكذا من سيد شحال من وصفه. صدقوني يا صدقوني والله ما نجحوا لي كيما هذه. وحده تقول لك شعلي عليها غير من التحت ما تشعليش عليها من الفوق. سا سيبا ما كاش ما عندك فاش ما تشعليش عليها من الفوق. وكل وحده واش تقول لك؟ واحد اللي كاين يديروا لها البيض في العجينه، في البيض درت مره البيض في العجينه ما جاتنيش العجينه كيما هذه. هذه الشغم تاعها السنيوه تدهنوها بزيت الزيتون ومن بعد ديروا العجينه تفتحوها في السنيوه ولا تفتحوها تحطوها في السنيوه ومن بعد تتقبوها بالفرشيطه شويه باش ما تخمر لكمش ومن بعد تدهنوها بزيت الزيتون. يا ودي وحده البنه خطيره خطيره. واش نقول لكم؟
انا كيفاش نديرها؟ انا قلت لكم ديجا في لا فيديو، دوك تشوفوا لي على فيديو في صندوق الوصف، البيتزا دي كي ديروها ما تحطوهاش في وسط الفور، حطوها شويه لتحت وشعلوها من الفوق ومن تحت عادي. وشنو الفور يكون شويه سخون، انا كيما انا نسخن 200 دوغري نخليه من قبل. وشنو هذه تاني باش ما تنشف لكمش، ما ديروش توربو، ديروا غير الفور عادي من فوق ومن تحت نورمال. هذه هي البنات تجيكم بيتزا ولا اروع كيما اللي تتباع برا. انا ما نكذبش عليكم، انا مسلكتني بزاف، ولادي يحبوها يموتوا عليها. صافي تاع تمتم ندير العجينه ونخليها تخمر، نخدم في شغل باك نعاود نولي تمتم نفتحها لاصوص كثرتها تكون واجده عندي، باسكو نخدم هذه المانا ما نخدمها في الصيف، نخدم تاع البيتزا وحدها وتاع التشكشوكه وحدها وتاع البيتزا نورمال رويال ولا تاني تشكشوكتها وحدها. وعلى بالي نفرقتهم كامل بلارات على بعضهم، كل تشكشوكه على بالي تعمل، كاين اللي كيكونوا تشابهوا نكتب فوقهم ولا نديرهم هكذا كاش عفسه كاش هكذا كاش اشاره فوقهم هكذا باش نعرف تعمل، ولا نكتب زعما بي بيتزا ولا عفسه. وكاين اللي يكونوا باينين كما تاع البيتزا نورمال تكون باينه، وتاع هذا البيتزا هذه البيتزا كاري تكون تاني باينه فيها مرصوات مرصوات ما تكونش مرحيه. صافي كي توجدوا في الصيف حاجه واحده اخرى، الطوماطش بسكودي تاع الصيف، لو كان دوكا ندير طوماطش نشريها من المارشي تاع البازار تاع المارشي، الطوماطش تاع دوكا سامطه ما فيها حتى بنه تاع واش يقولوا لها بويض بلاستيكيه ما فيها حتى بنه. صافي هذه تاع الصيف تجيبيها روعه، من الاحسن صافي الوحده توجد في الصيف توجدوا دوكا تنقصوا على روحكم بزاف بزاف التعب، تريحوا في الشتاء تريحوا في الصيف تخدموا شويه تعيوا شويه، بصح في الشتاء تريحوا. الغلا اللي كان عندها اللي يعاونوها كيما نتوما في الجزائر، وحده تعيط لخوتها وحده تعيط ليماها وحده تعيط لجارتها ولا لان تاني الاتراك يتعاونوا. مي انا هذا العام خدمت كلش وحدي ما نكذبش عليكم، مع كان الكوفيد ايتوم، وحبيت نهضر معكم على واحد السوجي، حبيت كيما يقولوا نفرق قلبي خلاص. كيما المره اللي فاتت ما حبيتش نهضر عليه، مي قلت لي ما ولا غير نهضر، صح قالت لي معليش نورمال، قالت لي هضري باش تسمعك لي بواسعته. انا دوكا كي درت لا فيديو هذيك تاع الجنازه، وحده اللي هنا على بالي بلي راهي عايشه في لاتوركي، جو سوي سور بلي راهي عايشه هنايا، باسكو علاش كتبت لي بالتركيه زعما كتبت لي هذيك الكومونتير بالتركيه باش يقراوها زعما الواساتي ولا يقراه راجلي ولا جاني الضحك. ما نقدرش نحط لكم هنايا الوسمو تاعو الانسكريشن تاعو الوسمو تاعو، ما نقدرش نحطه لكم لهنايا باسكو ما نحبش مانيش حابه يقراوه الواساتي ولا يقراه راجلي، باسكو تعليق تافه تافه تافه. كتبت لي بالتركيه المعنى تاعو، واش معناتها المعنى تاعو؟ شيخك مات وانتي راكي تقضي وانتي كذا وانتي بارده قلب وانتي ما تحبيش شيخك، لو كان تحبي شيخك لو كان. انا نقول لك يا بعوشه انا نقول لك انا الواساتي الواساتي تمليهم اللي باباهم اللي باباهم راهم يقصروا ويضحكوا عادي عادي راهم يضحكوا. هذه هي واش يقول لك هنا، واش يقول لك؟ يقول لك ما كاش موت بلا ضحك، وما كاش فرح بلا بكا، ما كاش الموت اللي ما يضحكوش فيها، وما كاش الفرح اللي ما يبكوش فيه. هذه هي هما عندهم حاجه عادي، انا نهار الجنازه تاع شيخي القصره والضحك عادي في الدار، القصره والضحك عادي. وانا يا مرت لوسي عيطت لي وقالت لي فوالا بعتينا هكذا هذوك اللي تشكل لي ديت لكم عليهم لا فيديو، زعما هي كتبتها لي بالتركي زعما هي معناتها باش يقراها راجلي ويجي عندي يطلع لي عيني ولا ولا ينفخ لي عيني ولا يكسرني ولا باش واش يدير لي ولا الوساتي يقراوها. معليش كان جيتي بنادم كانك سمعتي لا فيديو مدي انا وراجلي رحنا قضينا وزدنا رحنا شربنا اتايات ولوستي هي اللي شدت لي الدراري، زعما دوكا كي خليتي لي داك الكومونتير بالتركي زعما واش معناتها واش حبيتي ديري؟ ميسي غاف ميسي غاف ارتاقوا ارتاقوا عليكم. لا غير جاني الضحك، ما فهمت نضحك، ما فهمت نبكي على هاد الحسد اللي فينا. وشنو هذا؟ وحده تقولي درتي فيديو حتترفهي بعجل دراهم، قلت لها ما تخافيش ما حاشني ترفها، مازالني زواليه الحمد لله، الجنه معمره غير بالفقراء. الاخرى تقول لي رحتي تقضي وكذا ومنا وماشي بابك باسكو لا بيها وكذا وراكي ايما. وشنو هذا وشنو هذا؟ عافاكم شوفوا نقول لكم حاجه نصيحه نصيحه من عندي باغ اكسبيريونس، قد ما قد ما كيما يقول لك تصغروا الدائره، قد ما تنقصوا الصحابات، قد ما تنقصوا خير احسن، قد ما تنقصوا احسن، قد ما يكونوا عندكم صحاب وكذا صحاب صحابات كيف كيف قصدي اصدقاء، قد ما يكونوا عندكم بزاف قد ما رايحين تخسروا بزاف. قد ما تصغروا زوج ثلاثة ويا ربي وخذوا حذركم خذوا حذركم. انا نقول لكم انا عندي لهنا وحده صاحبتي راهي هنايا في لاتوركي، تيماجيني وكانوا عندها مشاكل مع راجلها، تقصر مع وحده صاحبتها تحكي لها تقولها فوالا فوالا منا، ومن بعد
ما على باليش كيفاش هكذا صرا بيناتهم هكذا ان بتي بروبليم. تيماجينا صاحبتها قالت لها عندي كامل، راني مسجلاتك مرونجسترياتك كامل، واش كنتي تهضري في راجلك، واش كنتي تواسي، باسكو راجل هذيك يفهم العربيه، خدم بزاف في الجزائر يفهم العربيه. عباكم هالي عاودت لي قالتها لي حبست من راسي. وهذه اللي راهي مسجله، هذه صاحبتي راهي تسمع فيها في لا فيديو، راهي متتبعه عندي في القناه. نقول لها كيما كيما نقولوا حنا عندنا في الجزائر، لا ربحتي يربح خاين السوق، لا ربحتي يربح خاين السوق. تيماجيني كانت تسجل فيها الاخرى بنيتها يقصروا منها، هذيك بنيتها الاخرى راهي تسجل فيها، زعما واش حدير لها، زعما واش حدير لها. دوك انا صاحبتي عندها دو غارسون مع راجلها، زعما على واش هضر، زعما شكات منه باسكو راجلها يشرب شويه، زعما شكات منه وكذا حيطلقها. يا بخي اذا طلقها واش تربحي انت يا عباك؟ معناتها اكبر شيطان، اكبر واحد يدير مشكل ما بين مرا وراجلها هذاك هو الشيطان، هو داك اللي يحتفلوا به. انت هي صافي، انت اكبر شيطان صافي، حتفرقي ما بين مرا وراجل. يا سيدي ما فرقتش بيناتهم، على بالي بلي ما تفرقش بيناتهم، بس كون عارف هذيك صاحبتي راجلها ماشي اللي حيسمح فيها على جال زوج كلمات ولا. واش تستفادي، واش تستفادي انت تاني؟ راه عندك وليدك، انت تاني قاعده تخرج لك في وليدك، ما تعرفي كيفاش، ما تعرفي كيفاش تخرج. يقول لك يديروها الوالدين ويخلصوها الدريه. يا اختي واش نقول لك، الله يهديك، هذا ما كان من هنايا. باسكو صاحبتي البار لو البارح كي عيطت لي شوكاتني، قلت لها راني مشوكي انا راني مشوكي وزدتي لي كيما درنا. دير روحك وحده، ديك النهار دارت فيديو تبكي، حبت لي كومونتير، شفت العجب، واش كي تبكي راكي تمثلي راكي كدا، ما تبكيش، علاش ما كيش تبكي؟ يا خياتي يا خياتي، المهم البيتزا جات بنينه هذه هي، المهم البيتزا جات بنينه، وحنا الحمد لله يا ربي نطلبوا ان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الوباء ونجوا نزوروا مالينا. الحمد لله يا ربي، ربي يحفظهم لنا وربي يحفظ لكم ماليكم، يبعد علينا وعليكم البلا والمصايب يا ربي. نقول لكم تهلاو في روحكم، النقاء ومن بعد النقاء ومن بعد النقاء، هذا الكوفيد هذا يا الدواء تاعو انقى ديزانفيكتون كيما يقولوا الكولونيا. احنا عندنا هذه الكولونيا تاني نستعملوها بزاف في الجزائر تاني، هذيك الكولونيا يقولوها تاني، الريحه هذيك تستعملوها تنقوا بها يديكم. هنا صدقوني الاطراق قبل الكوفيد قبل كل شيء يستعملوا الكولونيا، على نادي فاش يعجبوني انا تشفوا لي ملي بديت. نقول لكم غير ندخل كاش جامع ولا ندخل كاش هكذا جاردا ولا، نقول لكم شوفوا النقاء لي فيديو تاعي القدام رجعوا لي، ما عندهم عامين. انا لهنا صح النقاء عجبوني بالبزاف. هذه هي البنات، نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده، ونتمنى تدعوا معايا لصاحبتي هذه اللي راه صار لها هذا المشكل مع بنت بلادنا مع السف. نتمنى تدعوا معها ربي بعد عليها هذه البليه اللي طاحت عليها. نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده، تهلاو في روحكم وفي امان الله.